مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قراءة وسائل الإعلام. تحت إشراف وزارة التجارة الصينية واللجنة الصينية لتنمية التجارة الخارجية ومنطقة مينسيا، تعقد الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الحالي تحت شعار فرص جديدة ومستقبل جديد، بهدف ترسيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية. وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا، أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف أن المعرض الصيني العربي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التفاهم المتبادل. وقال شرف إن المعرض الصيني العربي يعتبر وسيلة جيدة وفرصة للتعرف على إمكانيات وقدرات واحتياجات الجانبين الصيني والعربي والاطلاع على التطورات بين الطرفين، وأشار إلى أن ما تتميز به الصين عن الغرب هو ابتعادها عن توجهات الهيمنة والسيطرة والنزعة الاستعمارية واحتكار التكنولوجيا، وأن لديها رغبة كبيرة في التعاون والاستفادة المتبادلة. وفيما يتعلق بالاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قال الدكتور عصام شرف إن الصين خلال 70 عاماً نفذت العديد من الأعمال الهائلة، وتحولت الصين من دولة تعاني الفقر إلى ثاني اقتصاد في العالم وأول قوة تجارية عالمياً، فما حدث بكل المقاييس هو معجزة حققتها الصين في زمن قياسي. زار وزير السياحة اللبناني أفريديس كيدانيان الصين في 30 أغسطس الجاري، وفي مقابلة خاصة في برنامج رؤية مع هدى علاء، قدم الوزير مقدمة مفصلة عن تطور القضايا السياحية في لبنان، وشكر الصين على جهودها لتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون السياحي بين البلدين، وأكد أن الجانب اللبناني يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، ويرغب في زيادة تعزيز التعاون العملي في مجال السياحة مع الجانب الصيني في إطار البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق لجذب المزيد من السياح الصينيين للسفر إلى لبنان، وسيتم عرض الحلقة قريباً. يعني أعلم ما هو لبنان، لكن أريد أن أوصل هذه الفكرة وهذه الصورة إلى أكبر شريحة ممكنة في الصين، ونحن نتحدث عن 1.2 مليار نسمة، وهذا عمل شاق لكي توصل الفكرة، لكن بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي وبالإعلام وبأفضالك إن شاء الله. أجرى وفد ضم مبعوثين من 8 دول لدى الأمم المتحدة زيارة إلى منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، من أجل فهم أفضل لإنجازات المنطقة في مجالي مكافحة التطرف واستئصال كافة الفقر. وجلبت هذه الجولة التي استمرت 5 أيام الدبلوماسيين إلى أورومتشي حاضرة المنطقة ومدينتي خوتان وكاشغار جنوبي المنطقة، حيث زار الوفد مصانع وبازارات ومجتمعات ومساجد ومراكز للتدريب المهني. صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي سليم خلبوس يوم الثلاثاء بأن الجامعات الصينية بما تتمتع به من جودة في التعليم والمرافق يمكن أن تجذب المزيد من الطلاب التونسيين للدراسة في الصين. وجاء ذلك في معرض الجامعات الصينية 2019 الذي استضافه بشكل مشترك مجلس المنح الدراسية الصيني والسفارة الصينية في تونس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية بمشاركة 31 جامعة صينية. وأشار الوزير إلى أن الصين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال التعليم ووضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لجامعاتها، وذكر أيضاً أنه التقى خلال زيارته للصين بالعديد من الطلاب والمدرسين التونسيين الذين يدرسون في الصين ويشعرون بالرضا الشديد عن حياتهم هناك والتكيف مع بيئة التعليم الصينية. وتشاور العديد من الطلاب والمدرسين التونسيين في المعرض مع ممثلي الجامعات الصينية للحصول على معلومات حول التعلم والمعيشة في الصين. بالرغم من أنه فقد ساقيه في حادث تعرض له عندما كان عمره 13 عاماً فقط، لم يفقد الشاب الصيني تشانشو الأمل في الحياة، وبذل جهوداً متواصلة ودؤوبة ليحقق أمانيه ليس في تكوين عائلة كاملة فقط،
وإنما أصبح متكلماً مشجعاً ومغنياً مشهوراً في الصين أيضاً، ويظهر في عدسات وسائل الإعلام دائماً في السنوات الأخيرة، حيث يعشق تشانشو تسلق الجبال والقفز بالمظلات لأنه يريد أن يرى العالم من منظور أعلى. وقام تشانشو بالبحث عن نواد كثيرة لهذه الرياضة على الإنترنت من أجل تحقيق فكرة القفز بالمظلات، لكنه تلقى الرفض مراراً للأسباب الجسدية. وفي وقت لاحق تم إنتاج نظام حزام خاص به في أمريكا بمساعدة أحد النوادي، ما يتيح ضماناً أمنياً له عند الهبوط. وفي يوم 30 أغسطس الماضي تحدى تشانشو القفز بمظلة من ارتفاع 3000 متر بنجاح في إحدى قواعد الطيران في مدينة جينان بمقاطعة شاندون. بعد ذلك قال تشانشو: على الرغم من أنني أعاني من عيوب جسدية، لكنني أدركت في لحظة قفزي بالمظلة أنني أمتلك حياة وأحلاما سليمة. بدأت في سبتمبر الحالي أولى دورات التجارة الإلكترونية الأفريقية العابرة للحدود التي تنظمها مدرسة علي بابا للأعمال التجارية بالتعاون مع لجنة التعليم العالي في رواندا، باعتبارها جزءاً هاماً من اتفاق منصة التجارة الإلكترونية الدولية بالبناء المشترك من قبل مجموعة علي بابا والحكومة الرواندية. وضمنت الدفعة الأولى 22 منتسباً من رواندا. وأطلقت مجموعة علي بابا والحكومة الرواندية منصة التجارة الإلكترونية الدولية في كيغالي في أكتوبر عام 2018، وتعاونت المجموعة الصينية مع رواندا في مجالات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. ويعد مشروع شركاء رعاية الأعمال على الإنترنت جزءاً من التعاون الثنائي. وتباع القهوة والمنتجات السياحية وغيرها من السلع الرواندية على منصة تجارية لعلي بابا من خلال منصة التجارة الإلكترونية الدولية، حيث شهدت قهوة ثاوزن هيلز إقبالاً واسعاً على منصة تيان ماو. وقال سوني مدير شؤون الإعلام والتسويق لمكتب التنمية الرواندية أن بلاده تتطلع إلى تعميق مستوى الرقمنة والتجارة الذكية من خلال منصة التجارة الإلكترونية الدولية لدفع التحول الاقتصادي في رواندا لتصبح دولة متوسطة الدخل. افتتح نشاط بعنوان الابتكار والإبداع والمستقبل يوم الثلاثاء 3 سبتمبر الحالي في العاصمة الصينية بكين في إطار أعمال الدورة العاشرة من أسبوع بكين الدولي للتصميم، وذلك لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع. وهنا بعض اللقطات من هذا النشاط الرائع الذي لقي اهتماماً كبيراً خصوصاً من فئة الشباب. انطلقت مبادرة توعية بأهمية فرز النفايات وتصنيفها مؤخراً في مدارس ابتدائية بمدينة خوجو التابعة لمقاطعة جوتيانغ شرقي الصين تحت شعار فرز النفايات وتصنيفها من أجل حرم مدرسي أجمل، بهدف تعزيز وعي التلاميذ بأهمية فرز النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها وتشجيعهم على حماية البيئة من خلال تنظيم معرض تثقيفي وألعاب ممتعة وغيرها من الأنشطة التي تجمع بين المعارف والترفيه. وحظي النشاط بمشاركة قوية من التلاميذ المحليين.